السلام عليكم الاخوان، كلشي مزيان بخير؟ هنيه انا دابا الله وصلت الحمد لله الامليل. الحال الحمد لله بارد مقارنه بمراكش، وخطرخ كانت شويه مكرفصه حيت الباح تحت الشتاء والرعده هنا في مراكش وفي النواحي ديال مراكش بصفه عامه. امليل مورا ابراهيم، ولكن مورا ابراهيم هو اللي كلا دق بزاف، جات فيه الحمله مجهده ديال الواد. المهم هادشي اللي كاين، من دابا راه كاين فواحد الميزون دوت هنا في امليل، وان شاء الله غندوز واحد السيجور هنايا. المهم ان شاء الله نبات هنا، يقدر ولا عجبني الحال غنزيد ان شاء الله شي ليله اخرى. يا الله نكتشفوا الامكنه، يا الله ليتس جو. المهم لوج سميتو دار ارغان فاميلي لوج، هاي دار ارغان فاميلي لوج، يلا ندخلوا ليها نكتشفوا هذا الشيء. المهم هنا كاين واحد البيت، ها هو هنا كاين صالون تبارك الله، ها هو الويفي. قال لي هنا اورانج اللي قابطه مزيان، هنا اورانج. المهم انا كاين بيوتا، انا كاين في هذا البيت هذا، ها هو الصالون، كاين هنا كوزينه، ها هو السعيد الله يحفظك، ها واحد الكويز ديال اتاي، يعطيك الله الصحة، شكرا، الله يحفظك. تكرم مراكش ياك، اي اي اي، الله يحفظك، شكرا، يعطيك الصحة، بسم الله. واه داكشي منعنع الفلاوية. غنوريكم البيت اللي خديت انايا، ها هو بيت ومعاه دوش، ها هو الدوش. داكشي زوين تبارك الله، نقي نقي تبارك الله. الشاشة هما ديال كاين واحد جوج ناموسيات دوبل، وهنا كاين بالكون، بيت فيه بالكون، ها هو البيت تبارك الله فيه البالكون. هنا شي كليسة، شي طواجين، ولا شي فطيرة، يا سلام داكشي رائع. هانتوما هما الطيور، الشجر داير بينا، واه تبارك الله، يا سلام. الله يلا الراحة والسياحة وحق الله. سمعت الدجاج كوكو، شي واحد المنظر، يا سلام الاخوان، ما عرفتش كيفاش نوصفه لكم. ها هي ساقيه الماء، شرع الماء بارد، واه يا شرع الماء بارد، ساقيه تبارك الله. واه هادشي الماء منعش منعش، واه الحمد لله على هاد النعمه هادي، بارك الله. هاني دابا في السونتر ديال امليل، انا ملحق قياده اسني امليل ديال القياده، هاني غادي نعم سيجي. الحال واخا سخون شويه، الحال سخون شويه، لكن راه مراكش راه العافيه. طيب او هنا كيطيب الخبز ديال الفرنوت، ولكن هذا كيطيبو بالغاز. نشوف دابا جهة القنطرة، جهة الواد نبطو تمايا، هادشي واحد الكارثة واقعة في مول ابراهيم. الله الله الله، سرت البال، ايه بسم الله. كنتو غادي يرد البال، قلت لكم دابا مع الصيف كنتو غادي يرد البال في الويدان، تكون الحملة صعاب، تكون القضية صعابة شوية. اوبا الله الله الله،
ها انتم الاخوان هي الكفته ديالي كطيب كفته فوق شويه فوق شويه وانا مسيتي الطواجن يا سلام الله تبارك الله اللهم بارك هذا طاجين متوسط هذا طاجين كبير هذا شي بالي شويه يا سلام تبارك الله دابا نطلع ان شاء الله للشلال او ما هنايا داك البلاكات ديال لي زوبرج اللي كاينين هنايا المقاوي كاين بزاف هنايا تبارك الله المناظر هادو تبارك الله يلا تبعني تبعني الشلال يلا ليتس جو يلا يلا ما كاين عنده شي سفل لا ما كاينش جبيل اوبا اوب الله الله ومين يطرق من الفوق طرق وقال من الفوق ليا يلا يلا جبد 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 هاد الصخره هادي فكرتني بهذيك ديال اكادير طرق اكادير الضفدع صراحة الجولة في إميل صراحة برد مقارنة بمراكش مراكش راه العافية العافية طيب طيب واه تبارك الله على جو كيجير طبيعة الخلابة هي إيه العيمة سيدي بسم الله واه أنت باش تشوف فاش غادي شوف داك الشيء تهرهر وي جنات الله الوطن الملك مرحبا بكم واو شلال تبارك الله كان هنا سيدي يا سلام واو 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 صفار دابا شفنا الشلال الاول ودابا نشوفو الشلال الثاني يا بسم الله شي واه واه واش نطلع هاد دابا هنا هذا هو الشلال الاول اللي كنت فيه دابا انا هنايا دابا نمشي جهه الشلال الثاني راه واكل لها هو ما كاين يطلع طلع ولا هبط واه هنا هبطه كبيره عاوتاني واه هذا هو السلال الثاني هو هذا بارك الله واو غنجرب الزقوم غنجرب طيب دار تقطع واه شاد بلاصه هادي
حتى واحد سويسا. يا سلام. وين دابا انا شفت واحد السويه بعدا دير الله ناتي زلق هنايا لواحد خسر التلفال كل واحد خسر التلفال هنايا زلق ولا شي حاجه سيختونا مع الكاميرا تنسى راسي بعد خطره عشان هاد لي تاتك زدت عليا واه عطيني شي من هنايا واخا بشويه لا طاكي جيرات تبارك الله شوف مين عطيني زلقتي ربي السلامة وصافي الله تحفظ وصافي صافي دابا حنا خلينا الشلال نرجعو بحالنا دابا نمشيو ان شاء الله للميزون دوت فين كنا نستريحو شويه كما تشوفو الساقيه كما نقي رائع جدا والله الاخوان الى عتقت لكم هاد الخريجه ديال ايميليل حق الله ما نكذب عليكم حق الله هادشي تحس بواحد الاحساس في الشكل حق الله العظيم هادشي البروده الشلال الشميشه خفيفه اشجار زقزقه العصافير جميع النواحي انا قربت دابا البلاصه فين جيت ها هو سميتو ميزون دوت الجينا اللي سميتها دار ارغان فاميلي لوت هايا كنطلعوا عليه في الطروج المهم معايا باش نعاود لكم السميه ديالو سميتو دار ارغان فاميلي لوت هادشي اللي كاين المهم دابا ندخلو نستريحو شويه يلا نشوفو من بعد صباح الخير كنتي مزيان هنيا بخير يلاه دابا واحد شويه باش فقت هادشي صباح الجو زوين واخا الشمس حاره ولكن كاين واحد النسيم ديال البرد وا يا سلام انتوا شوفوا معايا الصباح هذا شوفوا معايا شوفوا معايا الجبال يلاه في صباح تبارك الله يا سلام انتم نوريكم الفطور ديال هاد الناس هادو ديال دار ارغان حسبوا لنا السي سعيد الله يعطيه الصحه هو جا لنا الحليب والقهوه برد ثلاثاي زعما سيدي مسمن نطلعو وهنايا كاين داكشي اللي على بالكم انا فرميجات زويته مديه زبيده اللهم بارك هذا كوفيتير هذا العسيلة شنو هذا هذا زويتينات اللهم بارك هذا زيتون الكحل وهذا املو تبارك الله اللهم بارك الله يلا تبارك الله فطور مهوكر الله يعطيك الصحة سي سعيد تبارك الله عليك الله يلا واحد يستاهل يرجع عندكم مرة اخرى